السلام عليكم، معاكم دكتور الصيدلي محمود قريطم. النهارده هنتكلم عن اقوى علاج لعلاج الانتصاب واقوى علاج لزياده القدره الجنسيه عند الرجال. النهارده معانا تالا لونج 20 مللي جرام أطلس. زي ما حضرتك شفتوا تالا لونج 20 مللي جرام أطلس عباره عن ماده تالا لفيل 20 مللي جرام أطلس. المادة دي ايه الفرق بينها وايه اللي بيميزها عن الفياجرا؟ الفياجرا اللي هو سيدنا فيل اللي بتقعد 4 ساعات في الجسم مفعولة في الجسم، لكن تالا لونج بيقعد 36 ساعة في الجسم، يعني حوالي يوم ونص ليومين. كمان تالا لونج تتاخد في اي وقت في اليوم، يعني لو انت وراك مشوار، لو انت وراك حاجة تعملها مش لازم زي الفياجرا يعني خلاص افضل عينتي بعد 4 ساعات، لا، وزي ما قلنا معانا 36 ساعة في الجسم. وتاخد مش شرط زي الفياجرا قبل الاكل اعمدة فاضية، لا، ممكن ناخدها بعد الاكل قبل الاكل، مش بتأثر اصلا بالاكل. كمان الميزة اللي فيها سعرها الرخيص ان التالا لونج اقراص عبارة عن 4 اقراص سعر القرص 10 جنيه، وهو البديل بتاع السيالس المستورد. القرص فيه ب60 جنيه، فعبارة عن شريط ب40 جنيه 4 اقراص، القرص ب10 جنيه بس. في نقطة عايز نبه عنها، ان الميزة كمان اللي فيها على الفجرة ان لقوا احدث الابحاث لقت ان مادة التالافيل بتساعد في علاج تضخم البروستات الحميد، والكلام ده بتركيز 5 ميلي جرام، وده موجود في السوق في ماده في دواء زي الساركوبريكس 5 مللي، عباره عن تقريبا 5 مللي. طبعا 20 مللي جرام هيساعد كمان في علاج تضخم البروستات الحميد، بس هم لقوا ان تركيز 5 مللي جرام تحت اشراف الطبيب لو خد قرص كل يوم، العلبه فيها 30 قرص، هيساعد مع علاج تضخم البروستات انه يقلل تضخم البروستات، وفي نفس الوقت هيزود الرغبه ويزود القدره الجنسيه عند الرجال. عايز اقول نقطة مهمة جدا، لازم الواحد وهو بياخد الاقراص دي ينتبه ليها. لو حد مريض ذبحة صدرية وبياخد ادوية نيتريت زي موجودة في الليترومات وموجودة في الانيتيور وموجودة في الادنتور وموجودة في المونومات بتركيزاته، يخلي بالنا ان ما ينفعش ناخد الدوايين مع بعض. الاثنين دول الدوايين مع بعض تالونج مع الادوية اللي فايت دي ما ينفعش، لان هيعمل هبوط شديد في ضغط الدم. فبقى لو باخد مثلا، انا هنقول مثال، ديترومات 9 الصبح و5 العصر، هناخد انا كبسول ديترومات 9 الصبح وبالليل مش هناخد كبسول ديترومات، هنبدلها بالتالا لونج اقراص، تمام؟ وهكذا في الادويه الثانيه ما ينفعش ناخد الدوايين مع بعض. كمان الادويه اللي بتقفل مستقبلات الالفا زي ادويه علاج البروستاتا زي الكاردورا والاترين والتامسولين وغيرهم، بلاش ناخد الادويه برضو التالا لونج مع الادويه دي في نفس التوقيت، لان هيحصل برضو هبوط في مستوى ضغط الدم. فدي النقطه اللي حابب يعني انبه عنها، ولازم كل واحد مريض ذبحه او مريض تضخم بروستاتا بياخد ادويه قلنا عليها دي، الدوايين مع بعض في نفس الميعاد بلاش. يبقى معانا تالا لونج من اقوى الادويه وامن الادويه اللي بتعمل شو صداع ولا بتعمل دوخة ولا بتعمل حموضة ولا بتعمل زغللة في العين، الأدوية الأمنة جدا جدا جدا. وقلنا كمان هناخدها قبل الأكل بعد الأكل، هتقعد معايا 36 ساعة في الجسم، يعني في أي وقت عايز تمارس علاقة حامية مفيش أي مشاكل. الأقراص دي ممتازة ممتازة ممتازة، وزي ما قلنا في بداية الفيديو هو البديل بتاع السيالس اللي القرص فيها ب60 جنيه، احنا معانا تالا لونج القرص ب10 جنيه بس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.